خلينا نروح لمقر جريدة اليوم السابع ومراسلتنا مريم سميح، هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع، وأكيد هنسألها عن اليورو وكوبا أمريكا وما هو الجديد. صباح الخير عليك يا مريم، نصبح عليك أنا وكريم. صباح الخير. صباح الفل يا نهاوند، صباح الفل يا كريم، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر جريدة اليوم السابع. فعلا تركيز النهاردة يا نهاوند ويا كريم في عنواننا الصحفية على طبعا كوبا أمريكا ويورو 2020، والبداية من موقع اليوم السابع، اكتمال المتأهلين لنصف نهائي يورو 2020. انجلترا تضرب موعدا مع الدنمارك في المربع الذهبي. كتيبة ساوث جيت تواصل المشوار نحو اللقب على حساب أوكرانيا، ورفاق إريكسن يحلمون بتكرار إنجاز 92 بعد التأهل ضد التشيك. يعني الحقيقة أن التقرير بيرصد أن في نجاح 4 منتخبات في التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 طبعا، يعني واللي بتقام والمقامة حاليا وبتستمر حتى يوم 11 من شهر يوليو الجاري، وذلك بعد إسدال الستار مساء أمس السبت على منافسات الدور ربع النهائي للبطولة بمواجهة المنتخبين الإنجليزي ونظيره الأوكراني، واللي حسمها الأسود الثلاثة طبعا لصالحهم بأربعة أهداف دون مقابل على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما. وكمان أصبح من المقرر أن يلتقي المنتخب الإنجليزي في الدور نصف النهائي للبطولة مع منافسه الدنماركي، وفي المواجهة الأخرى ضرب منتخب إيطاليا موعدا ناريا مع نظيره الإسباني. وكمان يعني التقرير بيرصد انه واصل منتخب انجلترا بقياده مدربه جاريث ساوث جيت مشواره في المنافسه بقوه على لقب يورو 2020 بعدما خطف بطاقه التاهل الرابعه والاخيره لنصف النهائي. ومن بوابة أخبار اليوم، المنتخب الإيطالي يمهد للفوز بلقب اليورو. يعني يمكن التقرير بدأ كلامه بأن ربما كانت إيطاليا هي الوحيدة اللي بتتمنى عدم اللجوء لوقت إضافي خلال المباراة أو خلال فوز فريقها 2-1 على بلجيكا في مواجهة مثيرة بدور الثمانية ببطولة أوروبا، وربما كمان كان انتصار إسبانيا 5-3 على كرواتيا، يمكن يعني وسويسرا على فرنسا بركلات الترجيح في دور ال 16 اكثر اثاره، لكن المواجهه في ميونخ جاءت مثاليه على كل الجوانب، وقدم كل من ايطاليا وبلجيكا ما لديهما من سرعه وحيويه ومهاره فرديه وخطط. كمان التقرير بيقول ان اكتسب المنتخب الايطالي شهرته بانه ملك الخطط الدفاعيه، كما قدم اداء رائع في الهجوم ليمهد الطريق امام مواجهه منتظره مثيره ضد اسبانيا قبل النهائي استاد ويمبلي بعد غد الثلاثاء. وكمان يعني التقرير يمكن قال انه احرزت ايطاليا او منتخب ايطاليا 11 هدف في البطوله الا حاليه، وهو رقم قياسي لي في بطوله اوروبا، ولا يتفوق على هذا الرقم في مشاركه المنتخب الايطالي في البطولات الكبرى سوى تسجيل 12 هدف في طريقه لكاس العالم عام 2006. ويبدو ان هو يعني يملك كل المقومات وكمان يعني كل شيء لانتزاع البطوله طول هذه المرة أو اللقب هذه المرة. من روسيا اليوم، ميسي يقود الأرجنتين لتخطي الإكوادور وبلوغ نصف نهائي كوبا أمريكا. أحرز ليونيل ميسي هدفا من ركلة حرة وصنع هدفين آخرين لتفوز الأرجنتين 3-0 على الإكوادور فجر اليوم الأحد لتضرب موعدا مع كولومبيا في نصف نهائي كوبا أمريكا. أهدر ميسي فرصة ذهبية في الشوط الأول طبعا، لكنه صنع الهدف الأول واللي سجله رودريجو دي بول قبل 5 دقائق على الاستراحة، راح ثم فعل الأمر نفسه مع مارتينيز مع تبقي 5 دقائق على النهاية، وبعد ذلك هذا لاعب برشلونة الشباك للمرة الثانية في البطولة من ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليؤكد فوز المنتخب الأرجنتيني رغم الأداء الغير مقنع بعض الشيء. ولم يخسر المنتخب الأرجنتيني في 17 مباراة قبل لقاء الأحد، وكان من المفترض أن يؤكد فوزه في وقت أبكر مما فعل.
أخيرا من الوطن سبورت، فريدة عثمان تعلن غيابها عن طابور عرض أولمبياد طوكيو. أعلنت السباحة المصرية غيابها عن طابور العرض خلال حفل افتتاح أولمبياد طوكيو واللي هتقام في الفترة من 23 يوليو وحتى 8 من أغسطس المقبل. وكمان كتبت فريدة عثمان عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: لا أستطيع الانتظار لتمثيل مصر في الأولمبياد الثالث لي هذا العام. الحمد لله صعود لدورة الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة على التوالي، شكرا لدعمكم وتشجيعكم ليا. وكمان يعني جاء اعتذارها برضو على حسابها الشخصي أو الرسمي على موقع فيسبوك، كتبت: للأسف مش هقدر أمشي في طابور العرض عشان عندي سباق تاني يوم على طول. ونشرت كمان جدول مشاركتها في الأولمبياد. طبعا عايزين نقول أن كان الاتحاد المصري للسباحة أعلن عن تأهل البطلة أو بطلة مصر فريدة عثمان بشكل رسمي للمشاركة في منافسات الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو اليابان، لتواصل طبعا فريدة إنجازاتها الكبيرة جدا خلال الفترة الماضية وتحاول الوصول لخطف ميدالية أولمبية تاريخية لصالح مصر. أخيرا قبل ختام جولتنا الصحفية، خلينا نفكر مشاهدينا بجدول مباريات اليوم في الدوري المصري. أكيد طبعا الأهلي وسموحة في تمام الساعة 9 مساء، كمان المقاولين العرب وطلائع الجيش في تمام الساعة 5 مساء، وأخيرا بيراميدز وإم بي في تمام الساعة 7 مساء. دي كانت جولتنا الصحفية صباح اليوم الأحد من داخل مقر جريدة اليوم السابع. بشكركم جدا، الكلمة ليكم مرة أخرى. واحنا كمان بنشكرك يا مريم على هذه التغطيه الرائعه، شكرا ليكي جدا. وشكرا كمان لهنا ابو القاسم، يعني اديتنا اخبار النادي الاهلي وكمان اخبار الحاله الجويه والمروريه وداخل النادي الاجواء عامله ازاي. شكرا ليكم جدا.